الفرص عبارة عن تنمية مهاراتك الذاتية. نوعاً ما بعرف أنا نظم وقتي بشكل صحيح على إني أقدر أنجز كل إشي، فإنه من المحاضرة هاي صرت أفكر إنه كيف ممكن أحسن أسلوب دراستي بطريقة إنه أقدر أدرس إنه ساعات كافية وأنظم وقتي مش بس لدراسة، إنه يكون في عندي إشياء تانية أعملها. إنك تعمل إشي بحياتك لازم تشمل كل إشي، ما بنفع تختار أشياء وتتخلى عن أشياء تانية. نوصل أفكارنا إنه بطلع من جيلنا من عمر 16 و17 سنة، إنه لا قدام رح يطلع ويأثر فينا لدرجة كبيرة ويأثر في المجتمع. صرت أفكر وأحكي الله إحنا كتير دون، إحنا يعني أنا كمرأة دوري أكبر كتير من اللي كنت بتخيله براسي، فتحت كتير مخي ويعني قدرت أستوعب شغلات وأقدر شغلات ويعني كتير استفدت، فشكراً كتير يعني. أحب أقدم شكر لشركة جوال، لوزارة التربية والتعليم، وبعد المحاضرات اللي تقدمت إلنا والوعي اللي تقدم إلنا والمعروف اللي عملتوه معنا وعي، بنقدر إحنا كبنات صبايا نواجه أي إشي بالمستقبل بنعاني منه. بتمنى أنه تستمر هذه المحاضرات وأنها تكون دائماً موجودة بيننا، معلومات قيمة مفيدة جدا لهدول الطالبات لأنهم عمالهم بيطرقوا أبواب المستقبل ليكونوا قادة المجتمع. أشكرك جزيلا أبو نديم رشا على الجهد تبعكم، لأنه هذا الجهد صراحة لا يقدر بثمن، بغض النظر عن الأهداف السامية اللي أنتوا عاملينها. مش أي إنسان بيجي بحاضر بيعطي بالمثالية اللي أنت أعطيت فيها، وأنا كنت حاسس فيك أنه أنت عمالك بتبذل جهد كثير كبير لتوصل المعلومة بشكل مفيد. هذا شيء احنا بنفتخر فيه، نقدرك عليه، نحترمك فيه، ونتمنى انه يتكرر دائما، ونتمنى انه نلاقي اشخاص مثلك في مجتمعنا لانه احنا بحاجة لهيك اشخاص. كل الاحترام.